طب يبقى لازم اعمل بقى لايبوليسيس اكيد. لا، ده الفرق الوحيد اللي ما بين الايرلي فاستنج والفاستنج. في الايرلي فاستنج يقول لك كلمه مهمه قوي، اللايبوليسيس از نوت اكتيفيتد، ولو حتى اكتيفيتد تبقى سلايت اكتيفيتد، اكتيفيتد بكميه قليله جدا يعني ولا ليها لازمه. يبقى انت الجدول ده اللي هتالف عليه في الامتحان. في الفاستنج هتكتب ايه؟ هتكتب يحصل جلايكوجينوليسيس وجلوكونيجينيسيس وتقعد ترضي فيهم زي ما انت عايز. بس لما تيجي عند اللايبوليسيس اياك تالف. في الايرلي فاستنج اللايبوليسيس تبقى يا اما لسه ما حصلهاش اكتيفيشن، او لو حتى حصلها اكتيفيشن تبقى بكميه قليله ولا ليها لازمه. ده كده في الايرلي فاست. طب بعد كده بقى في الاستارفيشن، في المجاعات وفي الفاستنج ستيت اللي بيحصل في الفاستنج ستيت، خلاص مفيش جلوكوز نهائي، بتاكل الجلوكوز كميته قليله، يبقى اخبار الجلوكوز ترانسبورتر فور ايه؟ يشتغل ولا ما يشتغلش؟ ما يشتغلش. خلي بالكوا ليه؟ يا اولاد الجلوكوز ترانسبورتر فور كان الاونلي انسولين ديبندنت ترانسبورتر. طب ده موجود فين؟ ده موجود في الهارت، في السكيليتال ماسل، في الاديبوس تيشو. يبقى كميه الجلوكوز اللي رايحه للاورجنز دي يحصل لها ايه؟ تقل. دي حاجه. في نفس الوقت كمل جلوكونيوجينيسيس، اعمل جلوكونيوجينيسيس، بس خلي بالك في الوقت ده اتفقنا زمان اهم سورس للجلوكونيوجينيسيس هو مين؟ الامينو اسيدز، بروتينز. عشان كده بعلمكم بعد فتره ممكن الناس اللي انت بتشوفهم في المواجعات دول يعملوا بروتين كاتابوليزم، كسروا المسلس بتاعتهم والبروتين بتاعهم عشان ياخدوا منه امينو اسيد ويحولوه لجلوكوز. وفي نفس الوقت بقى اهم حاجه تعملها في الفاستنج هنا لايبوليسيس. في الفاستنج والستارفيشن عندنا لايبوليسيس. تعالوا نفتكر ايه اللي كان بيحصل في اللايبوليسيس. قال لك زمان ان التاج اللي في الادبوس تيشو بالهرمون سنسيتيف لايبيز يتحول لكوليسترول وفاتي اسيد. الكوليسترول طبعا معروف مصيره ايه، اتفقنا زمان بيروح للاوركان اللي بتعرف قيمته اللي هي الليفر والكدني، وهناك في نظام اسمه كوليسترول كاينيز يحول لكوليسترول 3 فوسفيت، وهناك الليفر والكدني برضه يقدروا يعملوا منه جلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس. طب الفاتي اسيد، فاتي اسيد كانت بتروح الليفر كان بيحصل لها حاجه سميناها بيتا اوكسيديشن. فلما يحصل لها بيتا اوكسيديشن بيطلع لنا مين؟ اسيتايل كو اي. كان من المفترض ان الاسيتايل كو اي ده لما يتحد مع الاوكسالو اسيتيت يخش في سايكل اسمها ايه؟ كريبس. بس احنا اتفقنا زمان ان الاوكسالو اسيتيت في هذا الوقت في مهمه اعظم. ايه المهمه الاعظم دي؟ انه بيتحول ل جلوكوز من جلوكونيوجينيسيس. يبقى بالمنظر ده الاوكسالو اسيتيت افيلابل ولا نوت افيلابل؟ نوت افيلابل في الليفر. فيضطر الاسيتايل كو اي غصب عنه انه يشفت لسكه تصنيع مين؟ كيتون بوديز. سمينا العمليه دي كيتوجينيسيس. الكيتون بوديز دي مصلحه، دي حاجه كويسه مش وحشه. ليه؟ الكيتون بوديز اللي اتصنعت في الليفر تروح للاكسترا هيباتيك تيشو عشان يعمل لها كيتوليسيس فيستفاد منها ويرجعها اسيتايل كو اي مره ثانيه. يبقى الفرق ما بين الايرلي فاستنج والفاستنج هي قصة اللايبوليسيس. بس خلي بالك اللايبوليسيس ده في الفاستنج والاستارفيشن أدى في الآخر لتكون مين؟ كيتون بوديز. عشان كده الاستارفيشن لفترات طويلة ممكن يعمل كيتوزيس. بيقول لك بقى إن الاستارفيشن لأكتر من يوم ممكن يصنع كيتون بوديز. الكيتون بوديز دي الهارت بيستفاد منها بعد 3 أيام، والبرين بيستفاد منها بعد من 5 ل 6 أيام. بعد كده يا شباب في بقى ايرلي ريفيد ستيت. في الايرلي ريفيد ستيت بعد ما تخلص الصيام هنبدا ناكل مره ثانيه، يجي حاجه اسمها ايرلي ريفيد، يعني خلاص بدات ناكل. لما تبدا تاكل الجلوكوز هل يلحق يوصل لغايه الليفر؟ هيوصل للليفر ويدخل الليفر. ليه؟ لان الليفر عليه جلوكوز ترانسبورتر مين؟ 2. بس السؤال الثاني الاصعب، هل
البطل يحس بيه. هو ازاي يحس بيه ان في جلوكوز؟ عن طريق انزيم اسمه جلوكو كاينيز. طب انتوا فاكرين زمان الجلوكو كاينيز ده كانت الكي ام بتاعته مالها؟ كانت هاي كي ام لو افينيتي، يعني ما يشتغلش الا لما الجلوكوز يكون كميته ايه؟ عاليه. طب ده انت لسه ايري ريفيد بتبدا تاني، يبقى جلوكوز عالي ولا لسه معنيش؟ لسه معنيش. يبقى يا ترى هل الليفر حس بالجلوكوز ولا ما حسش؟ لا لسه ما حسش. طب ايه فايده المعلومه دي؟ بالمنظر ده لما ما يحسش بيه الليفر في الايرلي ريفيد، الليفر لسه يعتقد انه في حاله صيام. فعشان هو لسه معتقد انه في حاله صيام، الجلوكونيوجينيسيس لسه شغاله. مهم قوي الكلام ده. هو في الايرلي ريفيد انا كنت متوقع خلاص بقى ان اوصل في مرحله الفيدنج، يعني هعمل ايه؟ جلايكوليسيس وجلايكوجينيسيس ولايكوجينيسيس. لا لسه شويه، لسه الليفر ما حسش بالجلوكوز. فعشان لسه ما حسش بالجلوكوز، دي اهم كلمه في الايرلي ريفيد ستيت، ان الجلوكوز يا شباب لسه مش عارفين نعمله جلايكوليسيس في الليفر، عشان كده الليفر لسه في الايرلي ريفيد لسه بيعمل ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. بس بقيت الحاجات زي ما هي. يعني بيقول لك ايه؟ يعني والله برضه الطريقه سايد جليسترول والامينو اسيدز هتبقى ميتابولايزد زي بالظبط في الفيدنج ستيت، بس الفرق الوحيد ان الجلوكوز في الليفر مش هنستفاد منه، مش هنعمل منه جلايكوليسيس، ولسه يبقى في جلوكونيوجينيسيس. دي كانت الستارفيد سايكل. انا عارف الستارفيد سايكل في الكتاب مكتوبه بطريقه يعني كتير قوي، فيها كلام كتير قوي يا اولاد. فدي كانت اهم الحاجات اللي انت لازم تكتبها في الامتحان لو جد، ان انت تكتب اللي هي المعلومات المهمه اللي انا قلتها دي، خصوصا الحاجات اللي بالبولد بالخط الغامق دي اهم الحاجات اللي بنكتبها في الامتحان. لكن بقى فين اهم بقى من الستارفيد سايكل؟ ميتابوليك انتجريشن في الاكسرسايز. في الاكسرسايز ده مهم جدا جدا جدا. بص في الاكسرسايز، يعني في التمارين عندنا نوعين من الاكسرسايز الانسان بيعمل. نوع اسم سباق 100 متر حره، ونوع تاني من التمارين سباق تاني اسمه ماراثون. يقول لك اللعيبه بتاعت العاب القوه عندنا بيلعبوا النوعين دول من السباقات، في سباق 100 متر حر وسباق ماراثون. انت لما بتشوف اللعيب لما يلعب سباق ال 100 متر حر، ده بيجري ال 100 متر دي في قد ايه؟ في 10 11 ثانيه بالكتير او 12 ثانيه بالكتير قوي. بعد ما يجريهم يعمل ايه؟ يقعد ينهج قوي. التمرين ده او النوع ده من الاكسرسايز ده نوع عنيف بيسميه سترنس اكسرسايز. ده بيستهلك فيه الاكسجين بكميات رهيبه. فلما يستهلك فيه الاكسجين بكميات رهيبه يبقى كانه بيحصل اندر انيروبيك كونديشن، فنسميه انيروبيك اكسرسايز. لكن سباق الماراثون، الماراثون ده اللعيب بيجري قد ايه؟ بالساعتين والثلاث والاربع ساعات. ده لازم ينظم النفس بتاعه، عشان ينظم النفس بتاعه لازم كل شويه في وسط الجري في الماراثون تلاقيه بياخد نفسه. يبقى بالمنظر ده النوع ده من السباقات من الماراثون ما هوش ستيرنس، ده مور دايركت اكسرسايز، سباق متوسط. ده بياخد نفسه فيه، ما دام بياخد نفسه فيه يبقى ده ايروبيك اكسرسايز، يعني بيحصل في وجود اكسجين. احنا اللي عايزين نفهم ايه الفويل، ايه النوع الوقود اللي هنستهلكه في ال 100 متر حر في الاسترنس اكسرسايز، ونوع الفويل اللي نستهلكه في الماراثون. في ال 100 متر حره السبق ده بيشتغل في قد ايه؟ 10 ثواني 11 ثانيه. يبقى انت لازم السورس بتاع الانرجي بتاعتك يبقى ايه؟ سريع. مين اسرع سورس للانرجي؟ ATP. قالوا لنا زمان
ده ده بيقعد ثانية ثانيتين بالكتير ويتكسر على طول. يبقى أول حاجة لازم تعتمد عليها وتستهلكها كسورس للإنرجي في الاسترنس اكسرسايز اي تي بي. بس احنا اتفقنا ان اي تي بي ده اللايف سبان بتاعته صغيرة، في المعلومة دي؟ زمان قالوا لنا ان الاي تي بي ده اللايف سبان بتاعته صغيرة قوي قوي قوي، ثانية ثانيتين ويتكسر يخلص خلاص. عشان كده كنا زمان بنخزن الانرجي ذا فورم اوف كرياتين فوسفيت. يبقى بعد ما الاي تي بي يخلص تضطر انك تاخد الاستورج فورم بتاعه. الاستورج فورم بتاعته اسمها ايه؟ كرياتين فوسفيت. بعد كده لو الكرياتين فوسفيت عند الراجل الرنر ده خلص خلاص، ساعتها في alternative source، بس ما هوش الاصل. الاصل بتاعي منه مين؟ اي تي بي وكرياتين فوسفيت، ده الاهم. في alternative source عندنا حاجه اسمها جلايكوجين. انك تعمل جلايكوجينوليسيس، وبعد ما تعمل جلايكوجينوليسيس تحوله لجلوكوز 6 فوسفيت. الكلام ده في المصل، ما تنساش ان المصل ما عندهاش جلوكوز 6 فوسفاتيز. مصل لا جلوكوز 6 فوسفاتيز، فبيضطر انه يعمل جلايكوليسيس، ودي مصلحه. بس سؤال، جلايكوليسيس ده اندر ايروبيك ولا انيروبيك؟ ده انيروبيك يا شباب. بما انه اندر انيروبيك يطلع لاكتيت، فيطلع لاكتيك اسيد، فيحصل لاكتيك اسيدوزيس. عشان كده العدائين دول اول ما يجروا ال 100 متر تلاقيهم وقفوا وعمالين ينهجوا. قالوا لكم في الفيسيولوجي بينهجوا عشان يعوضوا الاكسجين، اللي هي قصه الاكسجين ديك. وقال لك في البايو انه بيقعد يقف ومش قادر يكمل نتيجه تكون اللاكتيك اسيد، فيحصل لهم لاكتيك اسيدوزيس ويحصل فتيك. الكلام ده امتى؟ في سباقات ال 100 متر خالص. طب احنا نشوف الناحيه الثانيه. سباقات الماراثون مختلفه شويه. في الماراثون ده احنا بنجري بالساعتين وبالثلاث ساعات. يبقى بالمنظر ده السورس بتاع الانرجي بتاعنا لازم يكون سورس محترم. ما يبقاش على طول اي تي بي وقلب، كرياتين فوسفيت وقلب، لا. لازم يبقى سورس يقعد فترة طويلة عشان نقدر نستفاد وننظم الاكسرسايز بتاعه. ايه السورس اللي يقدر يقعد معانا فترة طويلة؟ الجلايكوجين. يبقى أول حاجة لازم تعملها ايه؟ جلايكوجينوليسيس. يبقى المين سورس للاكسرسايز الطويل اللونج ديستانس اكسرسايز انك تعمل جلايكوجينوليسيس. طب الجلايكوجينوليسيس لما تعملها، اتفقنا لما نكسر الجلايكوجين يدينا جلوكوز 6 فوسفيت. ده ما بيطلعش بره المصل عشان المصل قلنا ما عندهاش جلوكوز 6 فوسفاتيز. يبقى بالمنظر ده يحصل له جلايكوليسيس. بس السؤال، يا ترى الجلايكوليسيس هنا اندر ايروبيك ولا انيروبيك؟ الاثنين. ازاي الاثنين؟ هو يا ولاد مش في جزء من المصل خلاص بيفقد الاكسجين بتاعه؟ لان انت بتجري، فلما يفقد الجزء ده الاكسجين بتاعه لما انت بتجري يبقى يعمل انيروبيك فيطلع لاكتيت. وفي جزء تاني الحمد لله انت محافظ على الاكسجين وانت بتجري، عمال تاخد نفسك ومنظم نفسك، يبقى بيحصل ايه؟ ايروبيك. فلما يحصل ايروبيك يطلع برضه مين؟ بايروفيت. المرات لما انت عملت جلايكوليس طلع بايوفيت بس؟ لا. طلع لاكتيت بس؟ لا. يطلع ايه؟ الاثنين، بايروفيت و لاكتيت. يقول لك البايروفيت اللي بيطلع ده مصلحه هنستفاد منه، بس قبل ما نستفاد منه انت عرفت منين اللي بيحصل ايروبيك وانيروبيك؟ بص يا ولاد هتلاقوا في الكتاب ايه؟ في صفحه 223 مكتوب لك ان اندر ايروبيك كونديشن طبعا الكرياتين سي بي دي، يعني طبعا كرياتين فوسفيت مش كناف، يبقى احنا لازم نفكر في مين؟ جلايكوجينوليسيس. بعد كده بعد الجلايكوجينوليسيس لما تقلب الصفحه هنعمل جلايكوليسيس. كتب لك كلمه مهمه قوي، قال لك نوت اونلي بات اولسو. ايه نوت اونلي بات اولسو ده؟ قال لك نوت اونلي لاكتيك اسيد، بس في كمان مين؟
بايروفيت، يبقى خلي بالك عشان الكلام ده مهم للفهم. هل يطلع بايروفيت بس؟ لا. هل يطلع لاكتيت بس؟ لا. بيطلع منه مين؟ بايروفيت ولاكتيت. وبيقول لك الجزء بتاع البايروفيت اللي بيطلع ده حلو وجميل ومصلحه، لان هو بيحافظ بيمنتين الكريبس سايكل عن طريق طبعا انه يتحول لنوكزيل واسيتيت زي ما عرفنا، واول جزء منه يتحول لاسيتيل وايه فيمنتين الكريبس سايكل، فبالتالي يدينا في الاخر اي تي بي. يبقى ده اهم سورس من الانرجي عندنا في اللونج ران. على اللونج ران او اللونج ديستانس اننا يا شباب هنعمل جلايكوجينوليسيس، يديني بالجلايكوليسيس بقى اتعلمنا النهارده. لاكتين بس؟ لا. بايوفيت بس؟ لا. الكلام ده فيه رغم ان واحد حبيب بس هو مكتوب ايروبيك، بس احنا فهمنا في جزء من المصري تشتغل ايروبيك وجزء تاني تشتغل انيروبيك. طبعا امال الناس دول هيتعبوا ازاي؟ في اخر السباحه هيقفوا؟ اللي ما بيكملش سباقات الماراثون مش هيكملها ليه؟ لان مين اللي ممكن يكون عنده كميه كبيره؟ لاكتيك اسيد، فيحس بالفتيك. ففي جزء لاكتيك وجزء بايوفيت. ايه البايوفيت اللي بيطلع ده كويس عشان يمنتين الكريبس سايكل. مش بس كده يا شباب، احنا اخدنا زمان في الفسيولوجي عشان تعمل مصل كونتراكشن انت محتاج حاجه اسمها كالسيوم. كالسيوم اللي بيطلع اثناء المصل كونتراكشن ايه علاقته بالبايوكيمستري بتاعتنا؟ اخدنا ان الكالسيوم ده يا ولاد بيأكتيفيت كل العمليات اللي في البايوكيمستري اللي محتاجه انرجي. زي ايه؟ تعالوا نروح من زمان قوي. أول حاجة كان بيعمل اكتيفيشن للكريبس. ده كان بيعمل اكتيفيشن للثلاثة انزيمز بتاعت الكريبس. سترين سينسيز ايزوسترين ديهيدروجينيز الفا كيتو جلوتارين ديهيدروجينيز. تاني حاجة يعمل اكتيفيشن للبي دي اتش بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس اللي كان بيحاول بايروفيت ني اسيتايل كو اي. تالت حاجة كان بيعمل اكتيفيشن للجلايكوجينوليسيس. فاكرين؟ ده كان بيشتغل على الفوسفوريليس كاينيز سواء كان اكتف او حتى ان اكتف ويعمل له اكتيفيشن. يبقى بالمنظر ده الكالسيوم اللي بيطلع اثناء المصل اكسرسايز اثناء المصل كونتراكشن بيعمل اكتيفيشن لكل العمليات اللي انا محتاجها في الاخر عشان اطلع اي تي بي. مش بس كده، مش كفايه. ده يا ولاد سباق فترات طويله ساعتين ثلاثه. الجلايكوجين ما هوش كافي، لازم كمان نستهلك الفاتي اسيد، يبقى تعمل فاتي اسيد اوكسيديشن. يبقى في الوقت ده كمان في فاتي اسيد اوكسيديشن. مش بس كده، مش كفايه، ده في الوقت ده كمان ممكن تستهلك الامينو اسيدز فتعمل امينو اسيد اوكسيديشن. ده مش بس كده، مش كفايه، ده ممكن في الوقت ده تستهلك الكيتون بوديز فتعمل كيتوليسيس. ايه ده؟ انتوا خدتوا بالكم؟ ده عشان سبق لفتره طويله ولازم الراجل اللي بيلعب الماراثون ده لازم يفوز بالسباق على قد ما يقدر. كل سورس من الانرجي سمعنا عنه في حياتنا مسخر عشان حته اللونج ديستانس اكسرسايز دي. ليه يا ولاد؟ ده مجهود عنيف، مجهود قوي، ما ينفعش فيه بس جلايكوجين، ما ينفعش فيه بس فاتي اسيد، لا لازم كلهم. جلايكوجين ده الاساس اوكي، بس فيه فاتي اسيد امينو اسيد كيتون بودز. يبقى هتحفظ كده ان في اللونج ديستانس كل السورسز بتاعت الانرجي بنعمل لها اوكسيديشن ونستهلكها عشان تطلع لنا اي تي. ده مش بس كده يا ولاد، ده في الوقت ده كمان يقول لك الجلوت فوق. احنا خدنا ان الجلوت 4 ده موجود فين؟ في المصل وفي الهارت وفي الاديبوس تيشو. يقول لك الجلوت 4 اللي في المصل ده احنا اتفقنا زمان انه انسولين ديبندنت، ما يشتغلش الا في وجود الانسولين. لا، دي حاله خاصه. الجلوت 4 اثناء المصل اكسرسايز بيحس بوجود الكالسيوم، ده الديتيلز دي مش عندنا. فلما يحس بوجود الكالسيوم يحصل له حاجه اسمها ترانسلوكيشن، يتنقل من جوه السيتوزول لغايه السلمبرين. فلما يتنقل لغايه السلمبرين يقدر ياخد كمان ايه؟ جلوكوز. فده ممكن تتسال في الامتحان ازاي الاكسرسايز بيزود
الاكتيفيتي بتاعتي بلوت فلو عن طريق عمليه اسمها ايه؟ ترانس لوكيشن. مهم قوي الكلام ده يا شباب. وعشان كده كان سائل سؤال تاني في الامتحان اكسبلين، هو ليه الاكسرسايز از بينيفيشال فور تريتمنت في الدايابيتس ميليتس؟ ليه يا ولاد؟ الناس اللي عندها دايابيتس ميليتس ما عندهاش انسولين المفروض، او انسولين الاكتيفيتي بتاعته قليله، بس نقول له لا انت تقدر تستهلك الجلوكوز بطريقه ثانيه عن طريق الترانس لوكيشن. العب الاكسرسايز وهتلاقي البلوت فور بتاعك طلع بره بالترانس لوكيشن واشتغل كان في انسولين بالظبط. فده الكلام ده مهم قوي قوي يا ولاد، ممكن يديني سؤال في الامتحان. يبقى انت في الامتحان لما تيجي تذاكر الاكسرسايز تعمل الجدول ده، ايه الفرق ما بين الشورت ديستانس اكسرسايز واللونج او مودرن ديستانس اكسرسايز، وتشوف ايه الحاجات اللي بتستهلكها في كل. بعد كده عندنا يا ولاد ميتابوليك ادابتيشن في البريجننسي واللاكتيشن، مهم جدا 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 برضه. يعني الاكسرسايز مهم في البريجننسي واللاكتيشن، مهم جدا برضه. البريجننسي دي حاله خاصه ما بتحصلش كل يوم. في البريجننسي بيبدا يتكون الفيتس الجنين، يتكون في اليوترس. طب عشان الفيتس ده يعيش بيبقى حوالين اليوترس في اورجان اسمه بلاسنتا. خلي بالك البلاسنتا دي مش موجوده دايما، دي موجوده بس في فتره البريجننسي وبس. يبقى احنا لازم ناخد الميتابوليك انتجريشن بتاع البلاسنتا بس. البلاسنتا ودي الكلام ده هيجي لك بعد كده، الغذاء الرئيسي بتاعها جلوكوز، وعلى فكره بتعمل انيروبيك جلايكوليسيس. هي الجايز مش هتلاقيها مكتوبه، هتلاقيها مكتوبه بعد شويه، بس اعرف ان البلاسنتا بتعمل انيروبيك جلايكوليسيس. فلما تعمل انيروبيك جلايكوليسيس تطلع لاكتيت. يبقى مهم قوي الكلام ده يا شباب عشان هتلاقوها بعد شويه مكتوبه. يبقى عرفنا ان المين فول او البريفرابل سبستريت زي ما مكتوب لنا عشان الام سي كيو، بريفرابل سبستريت او المين فول بتاع البلاسنتا هو مين؟ الجلوكوز. وعرفت انها بتعمل انهي نوع من الجلايكوليسيس؟ انيروبيك. ده مهم قوي الكلام ده، فتطلع لك. ايه اللي بيحصل في فتره البريجننسي؟ احنا شعارنا الرئيسي يا اولاد في الحمل طز في الام، مش مهم الام، المهم مين اللي يعيش؟ الفيتس طبعا. فاول حاجه يا شباب الفيتس ده لازم نعيشه باي طريقه. فاول حاجه الفيتس ده محتاج جلوكوز، هيعمل ايه؟ هياخد جلوكوز من المذر بلاد. فلما يسحب جلوكوز من المذر بلاد في اول الحمل يحصل ايه للمذر؟ هايبو جلايسيميا. يبقى خلي بالك يجي لك اكسبلين في الامتحان، في الاول في اول فتره في البريجننسي بيبقى فيه ماتيرنال هايبو جلايسيميا. ليه ماتيرنال هايبو جلايسيميا؟ نتيجه ان لسه البلاسنتا ما بداتش بقى تعمل الادابتف ميكانيزم بتاع ادابتف، يعني ما بداتش تعمل انها تتكيف على الوضع بتاع البريجننسي، ما بداتش لسه تطلع الهرمونز بتاعتها اللي هنعرفها بعد شويه. فالفيتس ملوش دعوه وما يعرفش مامته مين، هو اهم حاجه انه يعيش، ده اهم حاجه عندنا. فعشان يعيش لازم ياخد ايه؟ جلوكوز من الام، فيحصل ماتيرنال هايبو جلايسيميا. سؤال يعني ايه يا حسين؟ هو يا بنت مش البلاسنتا دي مش بتكون موجوده في اول الحمل، يعني بتتكون بعدين او ثلاثه، هو ازاي كده في اول الحمل؟ اول ثلاثه المفروض بعد شهرين. اه اوكي. يعني لسه ما هو مش انت اخدته لسه بتتكون، يعني هي بتتكون فعلا وتبدا تكتمل نمو بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور. اوكي. بس هو بيقول لك في الاول، احنا عشان احنا دكاتره بايو مش دكاتره امبريولوجي، ما بناخدش اللي هي حكايه اليوم ساك ولا الحاجات دي اللي انتوا اكيد بتاخدوها، ولا بيبقى اسمها ايه في الاول؟ اسمها ايه؟ تروفوبلاست. ايوه تلاقي تروفوبلاست والحاجات دي احنا ما بندرسش. ايوه ايوه هي الحاجات دي. بس احنا اولاد ما بنعرفش الحاجات دي. يعني اننا دكاتره مين؟ طيب فاحنا مش هنقعد بقى نقعد نكتب لكم لسه مش، فاحنا بنعتبر ان لسه الصغنطوطه دي اللي هي اول ما تتكون بنعتبرها احنا عندنا، عشان بتوع باي ما نعرفش في الحاجات ديت بنعتبرها ايه؟ بلاسة. ايه؟ مالناش احنا دعوه باي حاجه ثانيه. اناتومي مش عارف ايه الكلام ده مالناش دعوه، هتاخدوه بقى في الامبريولوجي ربنا معاك. بس هو زي ما بقول لكم كده يبقى لسه. يبقى البلاسة فعلا هي لسه ما اتكونتش، احنا عندنا بنعتبرها انها لسه في الاول ما اشتغلتش، بنعتبرها عندنا كده انها لسه ما
بقى لما تبدأ تشتغل من بلاسنتا هتعمل ايه؟ تطلع حاجة اسمها بلاسنتا الهرمونز. مين البلاسنتا الهرمونز اللي بتطلعها؟ ستيرويدز. برافو عليك. وواحد مهم قوي قوي شبه الـ ADH شبه سوري الـ شبه اللي هو اللاكتوجين شبه الجروس هرمون شبه الجروس هرمون اسمه لاكتوجين. يبقى احنا عندنا يا اولاد في عندنا تو هرمونز مهمين بيطلعوا، في عندنا ستيرويد هرمونز ولاكتوجين. لاكتوجين ده مقابل للجروس هرمون. الستيرويد هرمون عشان البلاسنتا تصلحها محتاجه ايه؟ احنا خدنا زمان ان اللي بيصنع الستيرويد هرمون مين؟ كوليسترول. طب مين المين كارير بتاع الكوليسترول في البلازما؟ LDL. عشان كده ربنا خلق لنا في البلاسنتا LDL ريسبتورز كتيره عشان تقدر تستخدم ال LDL وتاخده لصالحها عشان تصنع بعد كده مين؟ ستيرويد هرمونز. طب ايه فايده الستيرويد هرمونز دي يا شباب؟ احنا خدنا زمان الستيرويد هرمونز دي انتي انسولين. بما انها انتي انسولين هتعمل ايه في البلاد جلوكوز بتاع المزرعه؟ تعلي البلاد جلوكوز. ليه؟ ده بنيه سليمه. عشان بلاد جلوكوز يعلى في المزرعه يروح لمين؟ للفيتس. يبقى اول حاجه الاسترويد هرمونز تقلل، يقول لك الماتيرنال جلوكوز يوتيلايزيشن، يعني اللي هي تشتغل كانها انتي انسولين عشان تزود البلاد جلوكوز. بعد كده في عندنا حاجه اسمها لاكتوجين. لاكتوجين ده مهم قوي 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 قوي. لاكتوجين ده يا شباب شبه الجروس هرمون. يهمنا ايه في البايو بالنسبه لللاكتوجين؟ اللاكتوجين ده بيعمل لايبوليسيس. يبقى لما يعمل لايبوليسيس يطلع مين؟ فاتي اسيدز. لما يطلع فاتي اسيدز في الوقت ده يعمل بيتا اوكسيديشن فيطلع اسيتايل كو اي، بس الاسيتايل كو اي يتحول لكيتون بوديز فيحصل حاجه اسمها كيتوجينيسيس. يبقى اهم حاجه اللايبوليسيس اللي في البلاسنتا بتطلع فاتي اسيدز، تتحول فاتي اسيد دي الاسيتايل كو اي تتحول لكيتون بوديز. يعني بالمنظر ده اللاكتوجين عمل عمليتين مهمين قوي، عمل لايبوليسيس بس في نفس الوقت عمل ايه؟ كيتوجينيسيس. كيتوجينيسيس تتكون بكميات كبيره قوي، يطلع كيتون بودز بكميات كبيره قوي وملهاش علاقه ولا فيدنج ولا فاستنج. الكلام ده في وقت البريجننسي. كيتون بودز كتيره قوي في وقت البريجننسي تزيد بالذات في وقت المورنينج. فهي دي اللي مسؤوله عن المورنينج سيكنس اللي في البريجننسي. ايه المورنينج سيكنس ده؟ في الافلام المصريه القديمه. ازاي تعرف ان واحده حامل في وسط الفيلم؟ لا غير ان وقع عليها من الهايبوجلايسيميا، دي عرفناها يا اولاد. لا تاني حاجه قبل ما يغمى عليها من الهايبوجلايسيميا صحيت الصبح راحت ايه؟ ترجع فوميتنج. هو ده اللي اسمه مورنينج ايه؟ سيكنس. تتسال سؤال مهم قوي في الامتحان، اكسبلين ليه في مورنينج سيكنس في البريجنانسي؟ يبقى الاجابه عشان مين اللي بيطلع يا اولاد؟ لاكتوجين. لاكتوجين ده شبه جروس هرمون، يعمل حاجتين، يعمل لايبوليسيس وكيتوجينيسيس. الكيتوجينيسيس دي هي اللي بتعمل المورنينج سيكنس. بس اكيد هو اللاكتوجين مش بيعمل لنا لايبوليسيس وكيتوجينيسيس علشان نعرف ان الست حامل وخلاص. لا طبعا اكيد ليه فايده. ايه الفايده؟ فايدته الاصليه يا اولاد ان انا لما اصنع بالمنظر ده فاتي اسيدز وكيتون بوديز بس بير الجلوكوز للمصدر. يعني يعني اقول للمصدر لو سمحت ما تستهلكيش الجلوكوز. احنا قلنا الطز في الام اهم حاجه مين؟ الفيتس. الفيتس هو اللي لازم يستهلك الجلوكوز. فنقول للمصدر لا استهلكي فاتي اسيد وكيتون بوديز السورس اوف انرجي، لكن ما تستهلكيش الجلوكوز. يبقى انت بالمنظر ده عمال تزود برضه البلاد جلوكوز في المصدر، كل ده لصالح مين؟ الفيتس. يبقى فكره اللاكتوجين انه بيصنع لنا فاتي اسيدز وكيتون بوديز عشان يسبير الجلوكوز اللي في دم الام عشان يوديه في الاخر للفيتس. مش بس كده، انتوا فاكرين في الاول قلنا ان البلاسنتا لما تعمل جلايكوليسيس تعمل انهي نوع من الجلايكوليسيس يا اولاد؟ لا
anaerobic glycolysis. ليه بقى؟ عشان كمان في الوقت ده لازم الام كمان تضحي بنفسها وتعمل كمان جلوكونيوجينيسيس. ده اولاد حاجات سبيشال كيس، هم عشان كل البريجننس الكلام ده مش بيحصل كل يوم، مش هنمشي فيه بالانتجريشن بتاعنا العادي، لا دي حالات معينه في حياه الانسان. يبقى في الوقت ده لازم كمان نعمل جلوكونيوجينيسيس عشان برضو نزود الجلوكوز في المذر بلاد عشان في الاخر يروح لغايه مين؟ الفيتس. يبقى انت المين تيم بتاعك في البريجننسي اننا نزود ايه؟ الجلوكوز في المذر بلاد. ازاي زودناه؟ بكام طريقه؟ ثلاثه. اول طريقه بلاسنتا صنعت استيرويد هرمونز انتي انسولين، مش كفايه بلاسنتا صنعت حاجه اسمها لاكتوجين يعمل لايبوليسيس وكيتوجينيسيس عشان يطلع فاتي اسيد وكيتون بادي. نضحك على الام نقول لها استخدمي فاتي اسيد وكيتون بادي بدل الجلوكوز عشان الجلوكوز يعلى ويروح للفيتس. تالت حاجه برضه مش كفايه، قلنا للام اعملي جلوكونيوجينيسيس عشان تزود الجلوكوز. يبقى بالمنظر ده في ماتيرنال هايبر جلايسيميا. مش بس كده، لقينا ان الرينال ثريشولد في البريجننسي الجلوكوز بتقل، فلما تقل ممكن الجلوكوز ينزل في اليورين. بالمنظر ده حاجه زمان سميناها نورموجلايسيميك جلوكوزوريا. ما خلي بالك انتوا زمان لما كنتوا بتدرسوا من اسباب النورموجلايسيميك او الرينال جلوكوزوريا كنا ندرس مين؟ بريجنس. طب ازاي؟ واحد كان يقول لي زمان طب ما في البريجنس بلاد جلوكوز بيعلى، يبقى المفروض كنا نحطها تبع انهي تايب؟ نورمال ولا هايبر جلايسيميك؟ المفروض كنا نحطها تبع الهايبر جلايسيميك، بس في الحقيقه مش هو ده السبب. لا، السبب مش علو البلاد جلوكوز، السبب ان الرينال سيريشن دي هي حصل لها ايه؟ قلت. ايه السبب؟ مش عارف، بس ده اسوسيشن لقيناه في البريجنسي ان الرينال سيريشن بتقل عشان كده بيحصل نورمال جلايسيميك او رينال جلوكوز. يبقى فعلا احنا ستيل هنحطها تبع عيله او تبع تقسيمه النورمال جلايسيميك او رينال جلوكوز. الكلام ده فين؟ كل الكلام اللي احنا قلناه ده في وقت البريجنس. معلش، هو البرين كده بيستخدم جلوكوز ولا بيستخدم برضه؟ طبعا جلوكوز. البرين بتاع الام خلاص يعني يا ولاد يعني هندمر الام من كل حته مش للدرجات يعني. البرين طبعا جلوكوز. الهايبوغلايسيميا دي في الاول خالص. يعني اول مثلا شهر في الايرلي في الفيرست برايمستر يعني مثلا اول شهر شهرين ثلاثه كده. بس يا ولاد يعني ما تقلقوش الامهات عندنا ما تتوصاش هتلاقيهم بياكلوا كتير ما تخافوش. ليه؟ الهايبر هو من اول انت من اول ما البلاسنتا تبدا تتكون. عشان كده يا ولاد اقول لكم على حاجه، هو انتوا فاكرين في الدايابيتس مش كان في حاجه اسمها جلوكوز ترانس كيرف الاو جي تي تي بتاع الدايابيتس بتاع البريجننسي امتى كان بيوصل للنورمال؟ بعد ساعتين؟ لا، فهل البريجننسي بيوصل للنورمال بعد قد ايه؟ ثلاث ساعات. اشمعنى؟ لان يا شباب انا عارف ومتوقع ان في حاله البريجننسي اخبار الجلوكوز ايه؟ عادي. اوكي؟ طب بعد كده يا شباب عندنا ميتابوليك انتجريشن ديورنج اللاكتيشن. برضه اللاكتيشن دي بتبقى فولو البريجننسي. دي حاله برضه مش بتحصل كتير في العمر، دي بتحصل في فتره زمنيه معينه. احنا لازم ندرس الميتابوليك انتجريشن، وده برضه ممكن يجي لنا سؤال مهم، ايه الميتابوليك انتجريشن في اللاكتيشن؟ هو يعني ايه لاكتيشن؟ لاكتيشن يعني فورميشن اوف ميلك. يبقى احنا لازم عشان نفهم اللاكتيشن لازم نفهم ايه مكونات الميلك ده. اشهر مكون للميلك مين؟ لاكتوز. طب هو الميلك ده شجر وبس؟ لا، ده ليبيد. الليبيد اللي فيه اسمه ايه؟ تراي اسايل جليسترول. طب هو تراي اسايل جليسترول وبس؟ لا، ده بروتين. مش احنا كنا بندرس زمان في العمل البروتين اسمه كازين؟ ما هو كازين ده بروتينه في الميلك. طب بروتينه وبس؟ لا، ده كمان اميونو جلوبولينز او انتي بودز. احنا عايزين نعرف كل مكون من مكونات الملك ازاي الممر جلاند بتصنعه،
ليه عايزين نعرف الكلام ده؟ لأننا اتفقنا في أي حالة عادية في أي وقت عادي المفروض الممري بلانت ما تصنعش الملك، بس في الفترة دي بس لا هتصنع الملك، عشان كده حتى يسموها لاكتيتنج ممري بلانت. ازاي؟ تعالوا نشوف. اول حاجه اللاكتوز، احنا زمان قالوا لنا ان اللاكتوز ده عباره عن مين ومين؟ جلوكوز وجالاكتوز. اخذنا فين الكلام ده؟ في الترم الاولاني اخذنا ان اللاكتوز بيتصنع من اليو تي بي جالاكتوز زائد جلوكوز بانزيم اسمه لاكتوز سينسيز. خلي بالك مش يو دي بي جلوكوز زي يو دي بي جالاكتوز، غلط. كان عندنا يو دي بي جالاكتوز تضيف عليه جلوكوز ويطلع يو دي بي، يبقى انت كده عملت حاجه اسمها ايه؟ لاكتوز. طب سؤال، هو اليو دي بي جالاكتوز ده جاي منين؟ اليو دي بي جالاكتوز ده كان في الاصل اسمه يو دي بي جلوكوز، بس كان جاي من الجلوكوز بانزيم اسمه ايه؟ 4 ايبيميريز. ايه ده؟ ده بالمنظر ده السورس بتاع اللاكتوز مين؟ جلوكوز. ودي مصلحه يا اولاد ليه؟ اصل الملك ده مش حاجه كده عاديه، ده انا لازم اصنعه. تخيل لو انا كنت اعتمدت في تصنيعه على الجلاكتوز بس، على اللبن بس. هو الناس بتشرب لبن كل يوم؟ لا طبعا، لكن اكيد اكيد بناكل جلوكوز كل يوم. عشان كده الحمد لله ربنا خلانا نعتمد في تصنيع اللاكتوز على مين؟ على الجلوكوز. ازاي؟ حتى اليو دي بي جلاكتوز اللي فيه هو في الاصل جاي منين؟ من اليو دي بي جلوكوز بانزيم اسمه 4 ايبيميريز. يبقى اول حاجه اللاكتوز عرفنا انه جاي من الجلوكوز. طب تاني حاجه، تراي اسايل جليسرول. تراي اسايل جليسرول دي هنعملها ازاي؟ تعالوا نفتكر. تراي اسايل جليسرول كانت عباره عن جليسترول وفاتي اسيد. دول بيجوا منين الجليسترول والفاتي اسيد دول؟ اشهر حاجه كانت تطلع لنا جليسترول وفاتي اسيد انزيم اسمه لايبو بروتين لايبيز. فاكرينه بتاع الترم الاولاني؟ اللي هو كان بيكسر مين؟ الفي ان دي ان والكايلومايكرو. يبقى بالمنظر ده في الوقت ده لما الام تاكل لبن كتير دي حاجه حلوه. ليه؟ عشان في ان دي ان وكايلومايكرو يتحولوا باللايبو بروتين لايبيز لجليسترول وفاتي اسيد، يبقى نصنع مين؟ التاج. مش كفايه ده يا ولاد، الفاتي اسيد كان بيجي بطريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه دي؟ دي نوفو سينثيسيس. كان طريقه اسمها دي نوفو، فاكرين يعني دي نوفو؟ نصنعه من اول كربونه لغايه اخر كربونه. وفي الوقت ده عشان تعمل الدينوفو كنت محتاج حاجه اسمها ناد بي اتش، وعشان تعمل ناد بي اتش كنت محتاج باصوي اسمه ايه؟ اتش ام بي باصوي. لما تروح تراجع اتش ام بي باصوي تلاقيها كانت اكتف في اللاكتيتنج ميموري جلاند، يعني في الوقت ده انا عايز ناد بي اتش عشان اصنع التراي، عشان اصنع الفاتي اسيد، وبعد كده نصنع التراي اسايل جليسرول. طب مش بس كده، عايزين نصنع يا اولاد امينو اسيدز. طب ليه؟ او سوري، عايزين نصنع بروتين. ليه عايزين نصنع بروتين؟ لاننا عندنا اثنين بروتينز مهمين قوي، واحد اسمه لاكت البيومين، واحد اسمه لاكت جلوبيولين. لاكت يعني لاكتوز يعني ملك، يبقى ده بروتينين، دول بروتينز مهمين قوي، واحد اسمه لاكت البيومين ولاكت جلوبولين، بالاضافه للي احنا كنا قلنا عليه عرفناه في العمل زمان اللي هو كازين. طب يقول لك في الوقت ده الامينو اسيدز اللي في البلد هتاخدها عشان تصنع بيها البروتينز اللي لاكت البيومين ولاكت جلوبولين والكازين. بس عشان تقدر تستفاد منها كان في هرمون اخذناه زمان في الفسيولوجي، انابوليك هرمون. مين الانابوليك هرمون اللي نعرفه اسمه يا ولاد؟ انسولين. يبقى في هذا الوقت في الفيدنج الانسولين بيروح عند اللاكتيتنج ميموري جلاند عشان يعمل انكوربوريشن، يعني اضافه للامينو اسيدز من البلد في اللاكتيتنج ميموري جلاند بالذات عشان يصنع لنا لاكت قلب ولاكت جلوبلين وكازين. بس الانسولين لوحده مش كفايه،
كمان عندنا انابوليك هرمون تاني برولاكتين مهم قوي، واضح من اسمه اصلا برولاكتين، حتى معروف عندنا بالعربي ده هرمون ايه؟ هرمون الرضاعه، اسمه كده برولاكتين. ده ليه؟ مهم جدا لان هو برضه بيصنع اللاكت البومين واللاكت جلوبولين والثيرويد هرمون، بس بشرط طبعا ان الثيرويد هرمون دول يبقوا فين؟ في الفسيولوجيكال دوز، لان انتوا عارفين لو كانت الثيرويد هرمونز دي في الهاي دوز كانوا بدل ما يعملوا انابوليزم يعملوا ايه؟ كاتابوليزم. يبقى احنا مهم عندنا انك تعرف عشان تصنع البروتين انت محتاج ثلاثه هرمونز. مين الثلاثه هرمونز؟ تفتكرها كده ثلاثه وثلاثه. في عندنا ثلاثه بروتينز عشان تصنعهم محتاج ثلاثه هرمونز. ثلاثه بروتينز لاكت البومين ولاكت جلوبولين وكازين، وثلاثه هرمونز اللي احنا عايزينهم انسولين وبرولاكتين و تي 3 و تي 4. اخر حاجه عايزين نصنعها اميونوجلوبولين. اميونوجلوبولين يعني انتي بودز. احنا اتفقنا زمان ان تعرفوا طبعا ان الاميونوجلوبولينز او البروتينز كانت بي ابزوربد في الهيومنز، عشان كده كان في ديزيز اخذناه زمان اسمه اللي هو سيلياك ديزيز. ففي السيلياك ديزيز ده يا شباب بيقول لك كانت المشكله في ايه؟ ان المشكله ان كان ممكن في شويه بروتين يحصل لها ابزوربشن، بس الكلام ده كان بيحصل في مين اصلا؟ في اذر سبيشيز مش في الهيومن. فلو حصل في الهيومن يحصل الرجي. طب الاطفال الصغيره دي ازاي تاخد الاميونوجلوبولين؟ ما مش هتعرف تعمل ابسوربشن للبروتين. تاخد الاميونوجلوبولين من الملك بتاع المصدر. ازاي؟ الليمفوسايتس عند اللاكتيتنج مامال بلاند يحصل لها ديسنتجريشن. ديسنتجريشن يعني تكسرها، فلما تتكسر يطلع منها انتي بوديز، الانتي بوديز دي تبقى سكريتد في الملك. يبقى نخلي بالنا، شفتوا بقى الامهات بتضحي بنفسها ازاي؟ تكسر لك الليمفوسايتس. ليه؟ عشان تطلع انتي بوديز، والانتي بوديز دي تروح تمشي في الملك لغايه الفيتس. يبقى احنا كده صنعنا كل حاجه في الملك، صنعنا اللاكتوز من الجلوكوز، صنعنا الترايسايكليسترول من الفي ال دي والكالوماكتون والدينوفو سينسس، صنعنا البروتين من انسولين والبرولاكتين والتي 3 والتي 4، صنعنا الاميونوجلوبولين من الديسنتجريشن بتاع الليمفوسايتس. طب افرض الام بالمنظر ده، شايفين عماله تكسر كل حاجه في جسمها، تستهلك حاجات كتير كل ده عشان ايه؟ عشان الملك. افرض الام دي ما اكلتش، ما عوضتش نفسها. لو المزر ما كلتش او ما عوضتش كل الحاجات اللي هي بتصنعها دي، زي ما اتفقنا يا اولاد دلوقتي الابن ما خلاص ما بقاش فيتس، الانفنت ده اللي لسه مولود برضه ما يعرفش مامته، طز في الام، المهم انه يسحب منها كل حاجه عشان يعيش. فالامهات بالمنظر دي يجي لها سيفير مال نيوتريشن، يعني سوء تغذيه رهيب جدا لدرجه انها ممكن تكسر نفسها. تكسر نفسها ازاي؟ لازم تصلي الملك باي طريقه. تكسر نفسها عن طريق انها تعمل جلوكونيوجينيسيس. تكسر نفسها عن طريق انها تعمل بروتين كاتابوليزم. تكسر نفسها عن طريق انها تعمل لايبوليسيس. عشان كده يا اولاد الجنه تحت اقدام الامهات اهي. يبقى تخلي بالكم من الكلام ده. ان لو حصل، طبعا كلكم زعلانين مامتكم عادي يا اولاد، بس ما تزعلوهاش يوم السبت عشان في امتحان. مش فارقة سواء يوم السبت يا شباب هو ده اللي يوم. فيقول لك بقى لو في ان اديكويت ماتيرنال سبلاي يبقى بالمنظر ده، الام لازم تكسر نفسها تعمل لايبوليسيس جلوكونيوجينيسيس بروتين كاتابوليزم بروتيوليسيس عشان في الاخر تسبلاي الملك. دول هرمونز؟ ما هو اتفقنا زمان ان اي انسان عنده ديابيتس ميليتس هو رجل طبيعي طالما بياخد العلاج. بس ماشي يا شباب، بص ميتابوليك ادابتيشن بقى في كرونيك الكوهوليزم ده مهم جدا.
جدا 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 جدا. يبقى احنا عندنا اهم ثلاث حاجات: الاكسرسايز، البريجننس واللاكتيشن، والالكوهوليزم. طبعا مشكله الالكوهوليزم دي مش في مصر طبعا، المفروض انها مشكله اكتر في بلاد بره، منتشره كتير قوي اللي هيسافر بره. الالكوهوليزم يا ولاد سببه او بيعمل ايه؟ بيعمل نقص فيتامين بي 1، ده كرونيك الكحوليزم. بس الاخطر من كده انه بيزود حاجه اسمها نت اتش على نت ريشيو. ازاي؟ تعالوا نشوف. طبعا الكحول الكويس اللي المفروض الناس تشربه اسمه ايثانول وليس ميثانول. يعني انت لو عايز تروح تشرب الكحول تقول لهم انا عايز ايه؟ ايثانول، مش عايز السبيرت الاحمر. سمعت ان الاحمر ده والميثانول ده بيعمي، ده بيحمي وبيسبب عمى بيموت كمان، فده خطير. فالكويس عندنا يا ولاد ايثانول، ده شكل الايثانول سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش. في انزيم اسمه الكحول او ايثانول دي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز يبقى بيشيل هيدروجين، شيلهم على ناد فيطلع نت اتش بلس بروتون. لما يشيلوا الهيدروجين دي من هنا المنظر ده كده يبقى اسمه دلوقتي سي اتش 3 سي اتش او. ده مركب اخدته زمان في الثانويه سميتوه ايه؟ اسيتالدهايد. بعد كده بانزيم برضه اسمه الدهايد دي هيدروجينيز او اسيتالدهايد دي هيدروجينيز، مش هتفرق. دي هيدروجينيز يبقى برضه بيشيل ايه؟ هيدروجين. يشيل على مين؟ ناد فيطلع مين؟ ناد اتش. بس في الحقيقه الانزيم ده مش بيشيل هيدروجين ولا حاجه، ده هو بيدخل اكسجين من الوتر، والهيدروجين بتاعت الوتر هي اللي بتشيلها على ناد. فلما يدخل اكسجين من الوتر يبقى طلع لنا مركب اسمه سي اتش 3 سي او او اتش، اخدتوه زمان اسمه ايه؟ اسيتيك اسيد. على فكره الكلام ده زي اللي انتوا اخدتوه في الثانويه العامه بالظبط، فاكرين الاورجانيك كيمستري بتاع زمان؟ اللي هو الاوكسيديشن بتاع الكحول يطلع حاجه اسمها ايه؟ اسيد. نفس الكلام اهو، يبقى الكحول ايثانول بالكحول دي هيدروجينيز يطلع اسيتالدهايد، بالالدهايد دي هيدروجينيز يطلع لنا اسيتيك اسيد اللي بعد كده يتحول لاسيتايل كو اي، يخش الكريبس سايكل. لما يخش الكريبس سايكل في الاول يطلع اي تي بي، عشان كده الراجل اول ما يشرب الكحول يقول انا جدع. ليه؟ الاكتيفيتي عنده بتزيد. الاكتيفيتي عنده بتزيد ليه؟ عشان الاسيتايل كو اي دخل الكريبس طلع اي تي بي، ده في الاول بس. بعد كده بقى يا شباب، بعد كده خلي بالك النت اتش عماله تزيد قوي، يبقى نسبه النت اتش تبقى اعلى منين؟ من النات. تتسال في الامتحان ممكن سؤال لوحده، مش يقول لك بقى الافكت بتاع الالكوهوليزم، يقول لك الافكت بتاع زياده النات اتش على النات ريشيو. تعالوا نشوف. اول حاجه سمعنا فيها عن النات اتش على النات ريشيو زادت زمان قوي في الريجوليشن بتاع الكريبس سايكل. فيقول لك دلوقتي يحصل بعد فتره، بعد ما يقول انا الجدع يغمى عليه، يقع يفقد الكونشس بتاعه. ليه؟ عشان يحصل بعد كده انهبيشن في الكريبس سايكل نتيجه زياده النات اتش على النات. طب ايه اللي يحصل لما يحصل انهبيشن في الكريبس؟ انتوا فاكرين الكريبس زمان كانت بتبدا بايه؟ اسيتايل كو اي كان لازم يتاخد مع مين؟ زيرو اسيتين، ويمشي في الكريبس في التي سي اي سايكل. طب دلوقتي الكريبس واقف، كميه الاسيتايل كو اي يحصل لها ايه؟ تزيد. فاكرين لما الاسيتايل كو اي يزيد يتحول لمين؟ ممكن يتحول لفاتي اسيد، ممكن يتحول لكوليسترول. فلما يتحول لفاتي اسيد كميه الفاتي اسيد عند الناس دي تزيد، هايبر لايبيديميا. كميه الكوليسترول يحصل لها ايه؟ تزيد، هايبر كوليسترولينيا. ما خلي بالك ده كرونيك، يعني ده مش مره واحده وبس. هي المشكله في ايه؟ كلمه كرونيك ده على فترات طويله، ده ادمان، ده اسمه ادكشن تو الكحول هناك بره مشهور قوي الكلام ده. فخلي بالك ده بسنين وسنين، يعني ما حدش يقول ده مره واحده وخلاص، لا. عشان كده الفاتي اسيد يزيد على فترات طويله، الكوليسترول يزيد على فترات طويله، فيجي لهم في الاخر ايه؟ اثيروسكليروسيس. طب سؤال،
ينفع الاسيتايل كويت كان يتحول لكيتون بطن. ما هو الاسيتايل كويت بيدي كيتون بطن. لا يا ولاد. ده في وقت ايه اللي انا بتكلم عليه ده؟ ده في وقت فيدينج. هو اللي بيشرب الكحول ده في وقت فيدينج. هل ده في وقت فاستنج؟ لا. وده اللي لازم تعرفه. هو الاسيتايل كويت ده يتحول لايه؟ كان بيتحول لفاتي اسيد او كوليسترول او كيتون بطن. بس امتى يدي فاتي اسيد وكوليسترول؟ في الفيدنج. امتى يدي كيتون بادي؟ في الفاستنج. عشان كده عمر ما الكتاب يقول لك ان الاسيتايل بيتحول كيتون بادي، لان ده وقت مين؟ فيدنج. فيزيد الفاتي اسيد ويزيد الكوليسترول يحصل هايبر ليبيديميا وهايبر كوليسترولينيا. طب مش بس كده، احنا خدنا زمان يا شباب ان كان بعد اللايبوليسيس بيحصل حاجه اسمها فاتي اسيد اوكسيديشن، اللي هي بيتا اوكسيديشن. فاكرين مين الانزيمز بتاعت البيتا اوكسيديشن؟ كان في اول واحد اسايل كويتي هيدروجينيز كان بيطلع لنا فاتي اتش 2. بعد كده كان ما تنساش في واحد اسمه 3 هيدروكسي اسايل كويتي هيدروجينيز كان بيطلع النان اتش. دلوقتي النان اتش زادت. هل ينفع ال 3 هيدروكسي اسايل كويتي هيدروجينيز ده يشتغل؟ لا. هو كان بيشتغل ازاي؟ البيتا اوكسيديشن بتحصل ازاي؟ كنت باخد ناد واحولها الى ناد اتش. دلوقتي انا عندي العكس، عندي الناد اتش هي الزياده والناد هي القليله، يبقى البيتا اوكسيديشن تبقى شغاله ولا تقف؟ تقف. فلما البيتا اوكسيديشن تقف انت مش عارف تاكسد الفاتي اسيد، فعشان كده الفاتي اسيد كميتها تزيد، تتحد مع الجليسرول، تعمل تراي اسايدليسترول، يعني تعمل حاجه اسمها لايبوجينيسيس. يبقى فكره اللايبوجينيسيس هنا ايه؟ فكره اللايبوجينيسيس يا شباب ان في انهبيشن للفاتي اسيد اوكسيديشن. عشان تبقوا فاهمين يعني هو ايه سبب اللايبوجينيسيس هنا؟ نتيجه انهبيشن للفاتي اسيد اوكسيديشن. طب الكلام ده مش مكتوب هنا صح؟ امال مكتوب فين؟ لما تروح النهارده وتراجع الفاتي ليفر هتلاقي في الفاتي ليفر يا شباب ان السبب اللايبوجينيسيس في الحاله دي ان في انهبيشن لمين؟ للفاتي اسيد اوكسيديشن. يبقى الحته دي هتروح تذاكرها من الفاتي اسيد، من الفاتي ليفر. تعرف ان البيتا اوكسيديشن وقفت، فلما البيتا اوكسيديشن وقفت الفاتي اسيد زادت فحصل لايبوجينيسيس، فلما يحصل لايبوجينيسيس يحصل فاتي ليفر ويحصل كل المكتوب عندنا ده انفلاميشن، وفي الاخر ممكن سيروسيس. مش بس كده، كان في عندنا رياكشن مهم بيقول لك ان ماليت بانزيم ماليت دي هيدروجينيز كان يتحول لحاجه اسمها ايه؟ اوكزالو اسيدين. الرياكشن ده كان بيحصل ازاي؟ كنا بناخد هيدروجين من الماليت عندنا فيطلع لنا ناد اتش بلس بروتون وكان يتحول لاوكزالو اسيدين. طب دلوقتي كميه الناد اتش بلس بروتون عاليه والرياكشن ده ريفرسبل، يبقى الرياكشن يمشي في انهي دايركشن؟ في الدايركشن بتاع تكوين الاوكزالو اسيدين ولا الدايركشن بتاع تكوين الماليت؟ ماليت. ما دام واحد من الرياكتنس كميته زادت يفيفور الدايركشن بتاعه بالمنظر ده كده، يبقى الرياكشن ماشي في الدايركشن ده، يبقى احنا كده بنصنع ماليت، يبقى كميه الاوكسالو اسيتيك يحصل لها ايه؟ تقل. طب بالمنظر ده لما الاوكسالو اسيتيك تقل يبقى مش هنعرف نعمل جلوكونيوجينيسيس، فيحصل هايبوجلايسيميا فتتسال اكسب ليه؟ ليه العيانين دول عندهم هايبوجلايسيميا؟ نتيجه ديفيشنسي او ديكريز الجلوكونيوجينيسيس، نتيجه الريفرسال بتاع الرياكشن بتاع الماليت دي هيدروجينيز خلينا الاوكسالو اسيتيك يتحول الى مالي. مش بس كده، كان في حاجه شبهها. كنا بنقول زمان في عندنا بايروفيت وعندنا لاكتيت، وكان في انزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز يبقى بيعمل ايه؟ بيشيل هيدروجين من اللاكتيت، يشيلها على الناد، فيطلع مين؟ ناد اتش، فيحول اللاكتيت الى بايروفيت. طب دلوقتي لو كمية النان اتش زادت نفس الفكرة، الرياكشن ده ريفرسبل، يبقى يمشي في انهي دايركشن؟ تكوين البيروفيت ولا تكوين اللاكتيت؟ تكوين اللاكتيت. يبقى البيروفيت كله يتحول للاكتيت، فيبقى عندهم مشكلة اسمها لاكتيك اسيدوزيس.
واحنا قلنا زمان فاكرين لما اللاكتيت يزيد ده بينزل في اليورين، عشان ينزل في اليورين لازم كان في ترانسبورتر. ترانسبورتر ده ما كانش بينقل اللاكتيت وبس، فاكرين المره اللي فاتت قلنا بينقل معاه مين كمان؟ يوريك اسيد. دلوقتي لما كميه اللاكتيت تزيد يبقى مين اللي ليه الابر هاند انه ينزل في اليورين؟ هو اللاكتيت. هل اليوريك اسيد ينفع تعمله اكسكريشن دلوقتي؟ لا، فكميه اليوريك اسيد في البلاط يحصل لها ايه؟ تزيد، فيحصل مشكله برضه اسمها هايبر يوريسيميا اللي هو الكتاب قال لك عليها زمان ديكريز او سلو اكسكريشن اوف يوريك اسيد. دلوقتي بقى فهمناها ان في الحقيقه في ترانسبورتر بيعمل اكسكريشن لللاكتيك اسيد وهو هو يعمل اكسكريشن لليوريك اسيد، بس نظرا لكميه اللاكتيك اسيد زادت يبقى بالمنظر ده هو اللي يبقى ليه الابر هاند واليوريك اسيد يفضل في البلاط فيحصل هايبر يوريسي. الميتابوليك انتجريشن بتاع الالكوحوليزم ده مهم. يبقى ايه اللي حصل تاني في الالكوحوليزم؟ اول حاجه انهبيشن للكريبس سايكل عشان النال اتش هي اللي زادت. تاني حاجه يا شباب بس خلي بالك ما تنساش لما يحصل انهبيشن للكريبس يبقى الاسيتايل كو اي كميته يحصل لها ايه؟ يزيد. اتعلمنا في الوقت ده يروح لمين ومين؟ فاتي اسيد وكوليسترول، فيحصل هايبر ليبيديميا وهايبر كوليسترولينيا. تاني حاجه اتفقنا يا شباب ان مفيش بيتا اوكسيديشن، هنعرفها من الفاتي ليفر، فعشان مفيش بيتا اوكسيديشن كميه الفاتي اسيد يحصل لها ايه؟ تزيد، فيحصل لايبوجينيسيس، فيحصل هيباتيك استياتوزيس اللي هي فاتي ليفر. تالت حاجه اخدنا ان في تو رياكشنز شبه بعض شويه. في المالين، بالمالين دي هيدروجينيز يتحول لاوكسالو اسيتين. في لاكتين، باللاكتين دي هيدروجينيز يتحول الى بايروفين، رياكشنز دي ريفرسبل. فلما الناد اتش يزيد يمشي في الدايركشن بتاع زياده الناد اتش. فالاولاني لما المالين دي هيدروجينيز يلاقي الناد اتش زياده عنده يمشي في اتجاه تحول الاوكسالو اسيتيت الى مالين، فالاوكسالو اسيتيت يقل يحصل جلوكونيوجينيس، ما يحصلش سوري جلوكونيوجينيس، يحصل ديكريس في الجلوكونيوجينيس. بس الكلام ده لما الناد اتش يزيد يلاقي لاكتيت هيدروجينيز الناد اتش زايد عنده يحول بايروفيت الى لاكتيت، فيحصل لاكتيك اسيدوزيس. ومشكله اللاكتيك اسيدوزيس انها بتقلل الاكسكريشن بتاع اليوريك اسيد، فكميه اليوريك اسيد يزيد فيحصل هايبر يوريس. اخر حاجه ميتابوليك انتجريشن في الاستريس. هو في الاستريس ايه اللي بيحصل؟ بيطلع حاجه اسمها ستريس هرمون. اشهر ستريس هرمون عندنا اللي هو مين؟ ادرينالين. الادرينالين ده انسولين ولا انتي انسولين؟ انتي انسولين. يبقى يحصل امبيرمنت في جلوكوز يوتيلايزيشن ويزيد اللايبوليسيس. وفي نفس الوقت الواحد يقول لك في الاستريس دمه بيتحرق، كل حاجه فيه عماله تتحرق، يبقى يحصل البروتين ايه؟ كاتابوليزم ديبليشن في المصل عشان يطلع امينو اسيد ويحصل بروتيوليسيس. البروتيوليسيس تبقى اكسلريتد ويزيد حاجه اسمها ال ان بي ان اللي هي النون بروتين نيتروجينس كومباوندز. يعني دلوقتي عرفتوا الاستريس بس قال لك طبعا الجدول الاصفر ده مشطوب، عارفين كده؟ في المحاضرات احنا حاجه محاضرات دكتور شعب. طب بص يا شباب خلاص اتصل، انا مش عارف والله بس دكتور مصطفى صح. بص يا شباب بيقول لك في الانترلوكين 1 و 6 في حاجه اسمها تي ان اف الفا، يعني تي ان اف الفا هيومن نيكروزيس. نيكروزيس يبقى ده بيعمل ايه؟ كان المفروض بيعمل بروتيوليسيس، يبقى نعرف انه بيعمل بروتيوليسيس عشان اسمه تيومر نيكروسيس فاكتور الفا. دول بيطلعوا في حاجه اسمها يا شباب اكيوت ستريس او اكيوت فيس بروتينز. يعني ايه اكيوت فيس بروتينز؟ يعني دي مجموعه، في مجموعه من البروتينز ما بتطلعش الا في وقت الاستريس. دي نبقى عارفين اثنين ثلاثه منهم بس، سيريوبلازمين فيروتين جاي سمعت عنهم قبل كده. السيريوبلازمين ده الكارير بتاع الكبد، فيروتين ده اللي هو بيبقى الاستورج بتاع الايرون. وحاجه اهم منهم حاجه اسمها سي رياكتيف بروتين، وهتلاقي الفا 2 مايكرو جلوبلين الكلام ده تعرفوا انه بس بيظهر. الحاجات دي بتتكون اثناء الاستريس والانفلاميشن. بس التي ان اف الفا ده يا اولاد بيعمل انسولين ريزيستنس، بس ده اهم حاجه نعرفها عنه. يعني ايه بيعمل انسولين ريزيستنس؟ يعني بينهبت الانسولين ايه؟ سكريشن. عشان كده بيعمل ايه؟ لايبوليسيس،
وبيعمل بروتيوليسيس. دي اهم الحاجات اللي عندي ليسترز. ماشي بس عشان كده خلصنا. المره الجايه بقى نبدا الفيتامينز ان شاء الله.